دورة 17 لمهرجان تويزا اللي كانت تنظم مؤسسة مهرجان متوسطي للثقافة الأمازيغية تحت شعار في الحاجة إلى مشروع ثقافي بديل. وهذه الدورة هي واحد دورة متميزة، دورة خاصة اللي كتجي بعد ما جلالة الملك قرر السنة الأمازيغية عطلة رسمية على غرار السنة الهجرية والسنة الميلادية. وهذه الدورة وعلى غرار الدورات السابقة غتشهد مجموعة من الندوات، من اللقاءات، من معارض، ومن كاين معرض الكتاب إلى غير ذلك. اليوم بالنسبة للافتتاح كاين ندوة الافتتاحية تحمل شعار المهرجان هي في الحاجة إلى مشروع ثقافي بديل، اللي حضر فيها الأستاذ أدونيس، أستاذ يوسف زيدان، إبراهيم الكوني، فرحات كذلك من تونس، وأحمد عاصد. بالنسبة للغداء في الصباح غتكون واحد ملتقى 15 لمحمد شكري اللي غيحضروا فيه مجموعة من الأساتذة اللي غيناقشوا الخبز الحافي، ماذا تبقى من الخبز الحافي. غدا في العشية غتكون ندوة ولا لقاء مع يوسف زيدان تحت عنوان الحكم على الحكماء والحكام. كذلك يوم السبت في الصباح كاين ندوة في ما جدوى الكتابة اللي يحضرها مجموعة من الكتاب شباب ويناقشوا التجربة ديالهم في الكتابة والهدف من الكتابة. ويوم السبت في العشية غتكون ندوة إضاءات حول تاريخ الأمازيغ اللي غيشاركوا فيها مجموعة من الأساتذة. كذلك اليوم الأحد صباحا هناك ورشة صبحية للأطفال، فيه ورشة ديال الرسم، كذلك ورشة لتعلم تيفيناغ يعني الحروف الأمازيغية. ويوم الأحد المساء غتكون ندوة ختامية لقاء مع أدونيس. جوابي لكي يكون هناك مشروع هو الخلاص من هذا الثنائي السلطوي الديني الذي يدمر الحياة العربية والإنسان العربي والثقافة العربية. كيف نخلص من هذا الثنائي؟ شبه مستحيل. وإذا يستحيل أن نكون ديمقراطيين، وإذا يستحيل أن يكون لدينا أي مشروع ثقافي. العظيم ابن رشد، من يقرأ ابن رشد؟ دخلت إلى مكتبة في طنجة اليوم وسألت بائع الكتب، هل عندكم أي كتاب ابن رشد؟ قال لي من؟ كتب ابن رشد. وهو سبب وجودك أنت اليوم. ابن رشد مجهول. دار النشر الفرنسية نشر
أحدق إزاي فكر النشط بعشرة أورو يعني حتى يكون في متناول كل الناس. النشط مجهول ولا تتحدث عن ابن خلدون الذي كتب مقدمته التاريخية التي تباع في عشرة دراهم في جميع المكتبات المحترمة، ولكن لا يقرأ واحد. من قرأ ابن خلدون؟ من صبر وتابع فكر ابن خلدون وجولته العار الرائعة في بلاد المغرب؟ ابدأ بعض الملاحظات قد يغني عن قراءتها، سيما أنها ذات بعد فلسفي أساساً، ليقيني بأننا نحيا في عالم واحد، نحن لسنا منعزلين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.